ربما لو كان على قيد الحياة شاعر العراق والوطن العربي، لو كان اليوم على قيد الحياة لفكر جليا ومرارا، ثم قرر إعادة صياغة قصيدته المشهورة الشهيرة غريب على الخليج، عندما قال: صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون، الريح تصرخ بعراق والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق. الراحل الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، والذي تعرض إلى عملية اغتيال بالرصاص الحي منذ يومين، صور تناقلها المدونون عبر منصات التواصل تظهر نصب السياب الشامخ وعليه آثار رصاصات اخترقت عدة أجزاء من النصب من جسد السياب، وهذا ما أثار حفيظة الشارع العراقي والبصري على وجه الخصوص. أما من هم في السلطة فالتزموا الصمت، ولم تمضي سوى بضع ساعات على انتشار خبر اغتيال السياب أو تمثال السياب حتى طاله تشويه وتجاوز متعمد ومثير للنصب، نصب الشاعر العراقي في البصرة. دعونا نشاهد ما الذي حل به. لا توجد أي عبارة تكفي لوصف هذه الإساءة غير المبررة، فحظه لم يقف على الإطلاقات النارية التي أصابته بفعل النزاعات المستمرة في البصرة فقط، بل هناك من جلب لنصف الشعب العراقي الشاش وكيس المغذي وألصقوه على جسد النصب، وهناك عبارات مكتوبة بخط اليد تمنوا له السلامة والشفاء العاجل. لا نعلم إن كان هذا مزاح أو هناك رسالة يحاول من فعلها أن يوصلها إلى المسؤولين وإلى القيادات الأمنية وإلى المجتمع العراقي والبصري بأن السياب بحاجة إلى تدخل طبي عاجل لإنقاذه من الرصاصات التي اخترقت جسده. ربما تكون هناك رسالات أو رسائل مضمونة أو تضمنت هذا الفعل. هناك ردود أفعال كثيرة أيضا جاءت على ما حصل لنصب الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، واخترنا لكم تلك التعليقات. نبدأ مع محمد راهي الذي قال في تعليقه حول ما حصل: استهتار برمز من رموز العراق الثقافية، ما بقيت حرمة لكل شيء، إنما الأمم الأخلاق، إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حقا إنها رسالة معبرة جدا عن الوضع البائس الذي وصل له البلد. هناك تعليق من الدكتور إبراهيم التميمي يقول: صامد عفي عليه، سألوه عن حاله فقال: تثاءب المساء وانهمر الرصاص كأنه مطر مطر مطر. هناك أيضا تعليق ومداخلة من أماني الشامي تقول: حتى النصب ما سلم من شرهم، الله أكبر، جردوا الناس من وطنيتهم، لهذا جاي نشوف الاستهتار الحاصل في البصرة، بس أريد أعرف هو جاي يتهكمون لو هيك تخريب متعمد لينالوا من هذا البلد. هناك مداخلة وتعليق من حمود العراقي: السياب خطية، لو شارد أحسن من أن يبقى واقف بالعراق، قرة عينكم يا العراقيين، بعد وبعد ابقوا استمروا بالقتال والنزاع بينكم، واحد يذبح بالثاني ولا توقفون، هو لو أكو قانون ما هذا حال العراق للأسف.